الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، وكان السيد الرئيس والوفد المرافق له قد غادروا مدينة جدة امبارح، وكان في وداع السيد الرئيس بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. امبارح كمان قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة ليهم وتوزيع الزهور والهدايا على المرة ومستقلي السيارات. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله لأرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. كان الرئيس والوفد المرافق له غادروا جدة، وكان في وداع الرئيس بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. امبارح قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة ليهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات. وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة اللي بتساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات. امبارح وفقا لبيان صادر عن وزاره الداخليه، وجهت الاداره العامه لشرطه النقل والمواصلات عده حملات لضبط كافه المخالفات والظواهر السلبيه اللي بتؤثر على مرفق مترو الانفاق او محطات السكك الحديديه وداخل القطارات. وبتشهد شوارع القاهره والمحافظات انتشار امني مكبر لتامين احتفالات المواطنين بعيد الاضحى وخلق اجواء امنه للمواطنين حتى يستمتعوا بالعيد مع ذويهم في الشوارع والحدائق والمتنزهات. امبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية أعلنت مبادرة كلنا واحد عن توفير الأغذية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة حتى نهاية يونيو لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وحيث تتوافر كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل40%. امبارح أعلنت وزارة الصحة استقبال 49,886,000 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وده منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر مايو الماضي. امبارح أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن استمرار عمل لجان الفتوى الرئيسية والفرعية في جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. اللجان بتعمل في مواعيدها الطبيعية، وهو ما يؤكد اهتمام المجمع بهذه الخدمة المهمة التي يقبل عليها مختلف فئات المجتمع كل حسب احتياجاته واستفساراته.